يخطئوا بس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامة حضرتك يا شيخ. الله يسلمك، خليك معايا كده لحظة. أحمد بن سمير بيقول نعم يجوز للضرورة، ما الذي يجوز للضرورة أحمد بن سمير؟ ما يجي شاب زميلك فحل يرضع من أختك، تمشي الأمور يا أحمد بن سمير؟ ترضى بذلك؟ هي تعليك 100 شباب حالا يرضى من أمك ومن أختكم. صح صح يا أحمد. السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام. شيخنا معلش عندي سؤالين بس. اتفضل. أول سؤال يا شيخ، أنا يعني أدم الحاجة في الدين مش كفر بزود فيها، يعني مثلا حتى حضرتك مثال، أنا بحلف كتير كذب، أحلف كذبا يعني أحلف بالله كذبا كتير. كذاب يعني؟ نعم. أنت كذاب. ماشي يا شيخ، فأنا يعني فأنا بحس إن أنا متهاون في الموضوع ده، أدم مش كفر يبقى خلاص. بس أنا يا شيخ مش قصدي استهزاء بالدين والله. فأنا يا شيخ أنا كده استهزأت ولا حاجة؟ أنت لست بكافر بس كذاب، أنا عشان كده اختصرت عليك الكلام. أنت تتعمد تحلف تقول أقسم بالله أنني ما فعلت وأنت فعلت، شخص كذاب، نقول لي توب إلى الله من هذا الكذب. تمام يا شيخ، في سؤال تاني بس. بس هترجع عن الكذب ده ولا لا؟ ولا استمر يعني؟ لا لا هرجع والله، أنا خلاص أنا أول ما تذكرت الموضوع كده خفت فسألت حضرتك وخلاص مش هعمل كده تاني إن شاء الله. جزاك الله خير، الحمد لله. الله يخليك يا شيخ. السؤال التاني يا شيخ، أنا في شخص أعرفه يعني أنا آسف في الكلمة يعني عملت فيه مقلب وضحكت الناس عليه. يعني سخرت منه، فهو ده عليا قال لي مش هسيبك وهفضل أدعي عليك في كل صلاتي وكده. فهو يعني عمال يدعي عليا، وفي ناس بتوصل إن هو بيدعي عليك بحاجات صعبة، فأنا مش عارف أعمل إيه يا شيخ، وأنا والله العظيم مش هعمل كده تاني، بس أنا الشخص ده مش عارف أوصل له، مش عارف حتى أقول له أنا آسف، لأن هو عامل لي بلوك من كله. يلا مش عارف أعمل إيه يا شيخ. ما يمكن أنت عملت حاجة كبيرة معاه. هو انا سخرت منه يعني، خليته يصدق حاجه وفي الاخر يعني عشمته بحاجه، وفي الاخر ما قلت له ده مقلب وضحكت عليه وكده يعني. ما في اي رجل صالح يوصلك به؟ في ممكن دخل شخص صالح يصلح بينكم.